My dear students, today inshallah we continue نواصل what we have already started talking about last period الفترة اللي فاتت أو الليكتشر اللي فاتت وقفنا عند cultural differences 8C صح يا بنات؟ تمام هذا تقريبا يعني احنا بنحاول نشطب طبعا في اليوم ده اللي هو 8C cultural differences. You know what does it mean, differences? Differences, فروقات, اختلافات, والopposite. نعم, والopposite تبعها بنات, similarities, من كلمة similar. Similarities, لأنه هذا بنات, part of speech, قسم الكلام تبعها هذا noun, difference, اختلاف. أما different هي adjective, مختلف. فبنقول cultural, بنقولش, اللي هو بنقول different, differences, فروقات, اختلافات في الثقافات, صح؟ طبعا كل الوحدة بنات بتتكلم عن اللي هو الثقافات صح؟ yes. تكلمنا last video البيريود اللي فات بنات تكلمنا عن meet the parents invitation to dinner عزومة أو اللي هو دعوة إلى حفلة عشاء صح؟ تكلمنا عن الهوست المضيف والهوستس تكلمنا عن الجست الضيف وتكلمنا عن الستارتر المقبلات وتكلمنا عن السويتس الحلويات اللي هي ديزيرت صح؟ تمام وخلصنا منه وtoday إن شاء الله we have اللي هو cultural differences فروقات في مين يا بنات في الثقافات طبعا موجود عندنا يا بنات here هنا travelers tips نصائح من شخص رحالة كلمة traveler رحال مسافر صح travelers tips نصائح لرحالة وحنتكلم عن الفيرب باترنز نماذج اللي هو للأفعال كيف شكل الفيرب بكون موجود أحيانا هنعوزه في التمرين اللي هان يا بنات اللي هم هذا التمرين إنه في عندي أحيانا بحتاج الانفينيتيف وأحيانا بعوز الفيرب اللي بعديه كمان لازم يكون وراء اي ان جي في عندي قائمة بالأفعال واخدتوها في سكندري في توجيه أخذنا أفعال بيجي وراها الانفينيتيف على طول وأفعال بيجي معها تو وأفعال بيجي الـ ING اليوم حنتكلم عنه خلينا بنات نتكلم في الأول عن ناخد السفن هدول بنات السفن اللي هو sentences السبع جمل اللي بتكلموا عن cultural في عندي تحت بنات cultural shock إيش اللي cultural عارفينها cultural shock shock معناتها إيش ممكن الشك يا بنات يصير عندك عندك صدمة You got shocked. أنا بتصير got shocked. أنا مصدوم. في أحياناً sometimes you find in different cultures في ثقافات معينة بتلاقي شك معين. في عندهم إشي بكون unusual إليك غير عادي مش طبيعي مختلف عن ثقافتك لأنه different عشان كده اسمها different cultures ثقافات مختلفة. طبعاً فعلاً cultures الثقافات different تختلف عن بعضها. حنشوف البنات فوق في عندي سبع جمل عشان نقرأ البنات في الأول التمرين ونشوف الكلمات عشان وإحنا واحنا من بعد ما نخلص الريدنج تحطوا ليها ترو ولا فولس تمام نشوف نمبر 1 اذا في الفوكابولري حطوا لي على اكسرسايز نمبر 1 حطوا لي عليه تك يا بنات حطوا لي صح الجمله الاولى نمبر 1 بتقول يو شودنت شيك هاندز ما تسلمش ما تصافحش في حاجه اسمها بنات دور واي في الممر وانت مارق اول ما تفوت الباب بنسميه دور واي في الممر يعني ما تسلمش وتصافح في رشا في روسيا في رشا اوعك شيك هاندز صافح عندهم كده كلتشر ثقافه تمام يا بنات ثقافات مختلفة هذه كلتشر شك اللي هو صدمة انه انت احنا عادي بنعدي من حد من فتح الباب السلام عليكم وبنعمل شيك هاند بنصافح صح هم لا وانت لما تعدي انت ان ادور واي في الممر ما تعمل الشيك هاند هذا نشوف ترو ولا فولس يو شودنت شيك هاند حنشوف ترو ولا فولس هل يعني لا يفترض اخذنا كلمة شودنت يا بنات لا انصح به لا انصح به يعني باد ثينج شيء مش كويس Not good thing. شوف ترو ولا فولس ما يمكن تكون you should. ممكن you should. يجب عليك أن تصافح لما تفوت. يمكن لا. نشوف. طب في تايلاند it's okay. كويس إنك تشيري لوحة point. تشيري كلمة point your feet. تأشري بقدمك. لو حلو بقدمك تشيري بقدمك. كلمة point يشير لي بالقدم.
ممكن كمان في اشاره بينات بوينت باي فينجر، تأشر بفينجر لواحد كده بيختلف، بيختلف واحد كده لك معنى معين في له مينينج معين في الثقافات، بفهم انه انك انت مثلا ممكن تهددي، يمكن ثريتنينج هم فرايتنينج بتخافي، تمام. هذا عشان كده في الثقافات لا. اذا في تايلاند اتس اوكي، هل انه كويس تشير لواحد وانت قاعده او انت واقفه تشيري له برجلك بالفيت تبعك؟ لا مش عارفين، لما نشوف من خلال الريدنج. اف ا جابانيز بيرسون جيفز يو ا بزنس كارد، لو اعطاك البطاقه تحت الشغل تاعته قال لك بليز تيك ماي بزنس كارد، هاي بطاقتي تفضل، يو شود بوت ات ان يور بوك، تحطيها في جيبتك ايميديتلي ولا لازم تريد كيرفولي تقرا فيها كويس نشوف هذه صح ولا خطا، نشوفها ترو ولا فورس. اذا هذه الجمله بنات نمبر 3، اف ا جابانيز بيرسونز جيفز يو ا بزنس كارد، اداكي بطاقه شغل تحطيها في الجيبه في البوكت ايميديتلي نشوف. فور اتس اوكي تو بلو يور نوز، تنفي بلو انك تنفي، بلو يور نوز انك تمخطي يعني، وين ان بابليك في جابان، في المكان في مكان في بابليك في اليابان انك تروحي تستخدمي بلو يور نوز تنفي كذا نشوف. ان تشاينا يو شودنت ليف اني فود اون يور بليت، على طبقك في البليت في الطبق. في الصين انه انت ما تخليش ولا حاجه في تمسحي خالص، احنا انا بقول لك كذا كل اللي قدامك اجبري مظبوط، لكن هناك ويفترض نشوف كيف، هل هم فعلا بيخلوا عشان والا حيقولوا هو هانجري وجبوله كمان ولا كيف، فهم عندهم في ثقافتهم نشوف بيخلوا ولا بيخلوش، they leave they should leave ولا they shouldn't leave، ولا يمسحوه خالص. طيب in most Asian countries، في بلاد الآسيوية Asian countries you must take off your shoes، تخلعي حذائك في بلد عندنا زي عندنا، when you enter someone's house، تفوتي لما تفوتي البيت اللي هو take off تخلعي حذائك نشوف ترو ولا طبعا احنا بنعرف هذه الكلمه احنا بخصونا هذه، اذا هذه صحيحه الجمله مظبوط. لما when you enter before you walk، قبل ما تمشي على الكاربت على السجاده بنات، انت اجمالا ذوقا رود اتس رود انك انت تمشي تكون نظيفه وكذا، فانت بتشلحي اللي هو تيك اوف، تشلحي تيك اوف اذا يخلع صح. if you admire، اذا انت بتعجبي كلمه admire، اذا انت بتحبي شغله admire، بتعجب كلمة أدماير يحب أو يعجب بي something in Arab in Arab person's house، في بيت عربي وشخص عربي أعجبتي وقلت له يا الله ما أحلاها it's beautiful I like it، في الآخر بقول لك بس تحب روح بلف عليك بقول لك والله غير تقنية you should take it as a present، والله غير هدية إلك تجيك، فأنت مني إلك خلاص والله بصير بتقول يعني he needs it he likes it، بتقولي حراج فبتقولي بتخليها نشوفها ترو والله فولس. If you admire something in an Arab person's house, home, they feel they should give it to you. يعطوها لك بريزنت. هنشوف فترو ولا فولس إهدية. تمام. طيب يا بنات. هذا نمبر وان صح؟ طيب الآن نشوف على الريدينج بنات. Cultural, culture shock. If you plan, لو أنت في عندك بلان خطة يا بنات. Intention. إذا في عندك نية. To go abroad بدك تسافري you will travel go abroad abroad يسافر إذا أنت حابة to go abroad you will travel بدك تسافري this year هذا العام travel writer في كاتب رحالة travel writer اسمه نيل بالمر نيل بالمر is a travel writer مسافر طبعا هو كاتب رحالة بكتب during his travel اثناء رحله هو مسافر بكتب العادات بكتب اشياء بكتب بوثق بكتب اللي هو about the places that he visit على visited او visits على الاماكن اللي بزورها بكتب عنها facts كذا تمام. اذا انت بدك تسافري اقراي للكاتب الرحاله نيل بالمر would like to give you some advice بيعطيكي بعض الادفايس on things you should اشياء تسويها and you shouldn't do around the world حول العالم بدك تروح على for example على جابان ممكن عنه تشوف ايش الكلتشر الموجوده في جابان قبل بيفور جوينج على تشاينا على انديا تشوفي تمام. الان مديني اشياء بتخص البادي لانجويج اشياء بتخص اشارات الجسد بادي لانجويج لغه الجسد نشوف كيف تفهمي من لغه الجسد هي لغه الجسد لها مينينج لها لانجويج يس تفهمي انت من واحد كذا انت حتى بتفهمي لاخوك او لابوك او لزوجك او لكذا يس تفهمي انه هي نيد سمثينج
من خلال حركاته. هذه اسمها لانجويج، لغة يا بنات. الترافيلرز بقول الترافيلرز انجوي، بيحبوا. شايفين كلمة ميتينج؟ شايفين كلمة انجوي بنات؟ الفيرب هذا من ضمن الافعال اللي بياخذوا الفيرب مضاف له اي ان جي. لو قلت لي الترافيلرز انجوي، الترافيلرز انجوي تو ميت، هتحط هقول لك فولس. لو قلت لك تشوز، اختار الترافيلرز انجوي تو ميت تو ترافل او تو ميت او ميتينج، بختار ميتينج. او لو قال لي ترافيلرز انجوي ميت لحالها، برضه فولس. لازم انجوي ميتينج. اذا هذا الفيرب حنصنفه من ضمن الفيربس الافعال اللي بياخذوا وراهم اي ان جي. يس، من حد ما اشوف انجوي في جمله حفهم الفيرب اللي هو following اللي جاي وراء next، حفهم انه اضيف له ing. تمام. But sometimes you can be rude. انت ممكن تكون يا بنات في، انت بتسبب وقاحة. كلمة rude بتعمل حاجة وقاحة. rude الأوبزيت منها يا بنات كلمة اللي هو مين؟ impolite. ايه؟ كلها قرأناها؟ اخذنا كلمة rude صح؟ يا بنات rude بتساوي امبولايت، والأوبزيت تبنات مؤدب صح؟ وقح بتسويها امبولايت، الأوبزيت تبعها مؤدب بولايت. تمام؟ طيب انك but sometimes you can be rude without saying anything. ممكن يا بنات بدون ما تقولي ولا شغلة من تصرفاتك وحركاتك يفهموا انه انت انك انت بتسوي وقاحه في هذه، بفهموها خلاص. اذا ترافلرز انجوي ميتينج نيو بيبل بات سام تايمز يو كان بي رود وذاوت سينج، بدون ما تقولي تبيني انه انت سويتي وقاحه. نشوف كيف. ان رشا فور اكزامبل، في روسيا، ان رشا فور اكزامبل يو شودنت شيك هاندز، ما تسلميش ان ا دور واي، بيعتبروها هذه قلت انه تسلمي عليه. لا، لما انتر سيت يو شيك. اذا شوت، اذا الاولى فوق يا بنات انه شودنت في رشا، اذا هذه بنات ترو صحيح. اللي كانت الجمله اللي بتقول يا بنات فوق يو شودنت شيك هاندز ان ا دور واي ان رشا، ترو الاولانيه بنات من فوق اللي بتقول معناها الجمله ما تصفحش لما تفوت من الممر، من الممر. تمام. يس، السطر الرابع موجوده. فور اكزامبل يو شودنت شيك هاندز ان ا دور واي اند ان تايلاند، شوفوا لي في تايلاند يا بنات يو ماستنت، you must never touch people's heads. تلمسش، تمسكش الراس، تحسسش على الراس، تخبطش، تمسكش الراس، ما تلمسش، تعمل ستاتش. لو قال لك it's okay to touch في تايلاند the head false. it's okay. هذه you must never، ممنوع صح؟ لو قال لك it's okay هذه خطا. لو قال لك it's rude yes. yeah. لا لسه ما تكلمنا، شفناها فوق، لسه ما شفناهاش. تايلاند must never touch or point او تأشري بيور فيت ات اني ون، باشر بقدمك تأشري كذا، وكانه هذه بنات وقاحه. تمام. اذا هذه الاولى من قيمته. لما حتى لما انت، احنا عندنا بنات وايل يو ار سيتنج وواحد ممدد بنات لاينج هيز ليجز قدام منك وتقول له بليز، مش عيب قدامك ضيوف، في ضيوف حتى لو انت بتقول قاعد انت واخوك او انت اخوك الصغير مش كويس. لا، ما تمدش حالك، ما تستلقيش، وفي ناس عندك ضيوف. امبولايت اتس نوت اوكي. هذه لسه فيها وقار، في ناس جايه على ضيوف، ما تديش رجليك قدام الناس صح ولا لا؟ وهذا زي هيك يا بنات لها معنى، معناته كلام مستهدر، طز روح، المهم صح. اذا في نمبر 2 بنات حطوها ترو ولا فولس؟ حطوها اللي هو ايش؟ فولس، اللي هو لما قال لك اتس اوكي اتس اوكي، هذه فولس. اتس نوت اوكي تطلع صح. اتس رود صح. اما اتس اوكي انك تتاشري نو. اذا نمبر 1 ونمبر 2 بنات وان اللي هو ايش؟ ترو، والثانيه فولس. يعني لو قلنا نوت اوكي او رود اوكي صحيح. وين ذا جابانيز ميت نيو بيبل، لما تقابلي واحد ياباني او الياباني بيقابل شخص واحد، ذي لايك جيفينج بزنس كارد، بقول له تفضل هي البزنس كارد، هي بطاقتي تاعت العمل صح؟ طيب بات يو نيد تو ريد ات كيرفولي، اقراها كيرفولي، مش تحطها، اقراها. Not just put in your pocket، ما تحطهاش هاش في جيبتك وخلاص. بفهم هذه rudeness، هذه impoliteness، هذه اللي هو impolite، شغلة مش مؤدبة منك. لازم تريد على الأقل يحس فيك كير، فيه اهتمام. إذن three false، three false اللي بتقول بنات إنه أنت تحطها في your pocket immediately مباشرة فوق
لا you should read it carefully. اقراها. And never blow your nose. وما تنفش blow your nose in public in Japan. مش كويس انك تروح تعمل blow your nose in public في مكان عام في اليابان. احنا نتكلم في صفحة بنات في page 64 صفحة 46 بنات. هذه true ولا false بنات؟ one ايش حلتوها؟ true. والثانية false. والثالثة false. والرابعة false. هذا page يا بنات بيد 64 اكسرسايز. هذا وين يا بنات صح؟ اكسرسايز 1 يس. ليش people think that's disgusting يعني مقزز؟ it's not قبيح. يس قبيح قبيح امر قبيح ugly. يس disgusting ugly قبيح مقرف مقزز انك قدام الناس رايت. اذا في الاول بنات تكلمنا عن كلتشرز او ديفرنت كلتشرز بتخص البادي لانجويج لغه الجسد تمام. طيب شوفوا في تو يا بنات اللي بيقول وانت رايحه تاكلي برا ايتينج اوت عند الذهاب للتناول وجبه اوت برا طلعتي تمام. ان ريستورانتس ان تشاينا في تشاينا يو شود اولويز تراي تو ليف. شايفين كلمه تراي يا بنات؟ شايفين كلمه تراي الآن وبعديها to leave. try من الأفعال اللي بتاخد بعديها حاول أن. قال لك try leave ولا try to leave؟ to leave. إذن بعد try من الأفعال اللي هناخدها في المجموعة بنات اللي بتاخد الverb مع to مش try leaving ولا try to leave ولا try leave لحالها try to leave. تخلي بعض الطعام في your plate في طبقك صح؟ إذن هذه بنات it's okay إنك تخلي ولا it's not okay. It's okay إنك تخلي. لو ما خلي يعني لو أنت بنات ما خليتش هم بيعتبروها إنه أنت لسه ضايل إنه أنت you are hungry and you need more بدك كمان. إذا في الجملة اللي فوق يا بنات إيش بتقول الجملة فوق يا بنات؟ in China you in China in China you shouldn't leave any food. ما تخليش هذه false لازم تخلي صح؟ خلي some food خلي بعض من الطعام يا بنات عشان حسوا ان انت خلاص كفيت. يس يو ار يعني ساتسفايد يعني انت يعني خلاص اقتنعت ساتسفايد تمام. بس اتس اوكي تو ستارت سموكينج. لكن ممكن لو خلصت انت وتمام وقاعدين في غدا ممكن تطلع سيجاره. يس سيجاريت اند تو ستارت سموكينج اتس اوكي عندهم عادي بيقبلوها منك هناك في وين في تشاينا. لكن before other people finish وراها هي ing finish eating بعد ال finish ing which is very rude. لكن وقاحة منك في إنجلند في إنجلترا ملتزمين كتير. لو أنا جاي بأكل لسه وانت خلصتي استناني عبال ما خلص ما تطلعش سموك وتدخن. إذن في إنجلند في إنجلند لا إذن rude. لو قال لك it's okay to smoke تدخني to smoke when somebody else واحد قاعد تأكل وانت بتأكل وانت بتأكل هذه في إنجلند هذه لازم فولس. اما في تشاينا اتس اوكي مقبوله. طيب اف يو ار ان انديا الان انت في الهند رايت ذا ليفت دونت فورجيت تو. شايفين كلمه فورجيت يا بنات؟ فورجيت تو ايت. لو قال لك فورجيت ايت لحالها لا فورجيت ايش؟ تو ايت مع تو. نعم فيرب مضاف له اي ان جي. تراي ايت وذ يور كول بايدك مين؟ رايت هاند. كول باليمين not the left. لو قال لك لازم تاكلي اللي هو with your left بشمال false. ليش بيعتبروها the left hand is dirty بيعتبروها مش نظيفة dirty زي عنا انت بتقول لأخوك بيقول لك تايمانو كل باليمين كل بيمينك كل بيمينك صح باليمين مظبوط الكلام. هذه حتى عنا كمان also don't leave empty bottles ما تخليش زجاجات البوتل اللي بيشربوا فيها on the dinner table على الطاولة إن رشا. لازم من حد ما أنت يعني أدب إنك شربت وراك حاولي تتخلص منها بليز اللي هو throw it in the basket في السلة المطلوبة. إذن في كمان هناك يا بنات في رشا لما تخلص البيبسي تبعك try to اللي هو ال empty bottle هذه الزجاجة الفارغة to اللي هو to throw it away that's bad بيعتبروها bad. إيش يا بنات؟ bad luck سيء حظ يعني هذه بتقول إشارة وكأنه للحظ السيء تخليها على ذاك مطرحك هذه نو تمام.
في جملة من الجمل علجناها فوق يا بنات ما مسلناش اللي هو تيك اوف. طيب انتقلوا يا بنات على البيج اللي بعدها على الطرف الثاني اللي هو في هذا هي الأخير ان هوم في الصفحة اللي جنبها بنات. وانت في البيت على سبيل المثال if you're traveling in Asia مسافرة في دولة آسيوية بنات يا بنات some might invite you واحد ممكن يعزمك at home يقول لك تفضلي على البيت please come you are invited to for example dinner lunch تتغدى عنا وتعشى عنا في بلدك تمام. If so لو صار معاك don't forget to take off تنساش forget جو تراها تو يا بنات forget to تنساش انك تخلع ايش يا بنات حذائك لما تفوت because the house is tidy مرتب furnished اثاثه كويس. والله في ناس بيكونوا بلا مؤاخذة بكذا لا على الاقل اشلحيها take off كويس لا مش رحتش بدي يعني كذا لكن الصح to take off اخلعيها حذائك off off your shoes and if you visit an Arab family's home لو رحت على على عائلة عربية remember that it's polite to drink three cups of coffee اشربي ثلاثة قهوة عندهم عادي اشربي one and two and three كمان أدب مش قلة أدب إنك تقول والله ضلوا يشرب عنا لا it's okay عادي مقبول حتى بنبسط الواحد لما جاء عنده ضيف وأكل عنده it's okay تمام أو drink something also try not to admire بس هنحاول ما تعجبش بشغله not to admire حاول ما تظهرش اعجابك anything valuable حاجه ثمينه لقيتي لقيتي فاز مزهريه لقيتي something valuable قلت يا الله ما احلاها والله حلوه كثير شو هالحلاوه هذه because your arab host المضيف will feel he should give it to you as a present انه انه حاسس انه يعني لازم والله مستحي بيصير مستحي منك بقول لك لازم اديها له هديه وهو مروح والله نفسه فيها ممكن تكون صح هذه لا حاولوا ما تعجبش ما شاء الله على بيتكم ما شاء الله عليكم everything is nice everything is tidy tidy كل شيء تمام ربنا يسعدكم it's okay don't show admire ما تظهريش اعجابك بشغله unless اذا سويتي the host will feel حيشعر انه he should انه لازم عليه to give it to you as a يقول لك هذه present please accept this as a present خذ مني هذه والله غير تاخذها كل تكون لازم معك او نفسك فيها او شرطيها تمام with so much to think about لو فكرتي في اشياء كثيره it's not surprising many people prefer going في بعض الناس كمان بحب يروحوا في الهوليداي in their own countries بيطلعوا في بلدهم بيطلعوا بتفسحوا في نفس البلد مش يعني ما بيطلعش برا تمام or you might احتمال شايفين كلمه مايت يا بنات من الافعال المضي اللي بتيجي باخرها الفيرب بدون لا تو ولا اي ان جي لو قال لك اختاري مايت ديسايد ولا مايت تو ديسايد ولا مايت ديسايدنج مايت ديسايد فيرب ويزاوت حاجه انفينيتيف مصدر بنات حاف لحاله بس تمام لكن في بعض الناس ستي ات هوم بضلوا في البيت بيحتاجش يتنقل نعم الافعال حنسجلهم يا بنات في قائمه بالافعال المودل فيربس الافعال المساعده الناقصه المي والمايت والكان والكود والشل والشد والوين والمصد هذول بياخذوا الانفينيتيف وذاوت تو بنات بدون شيء تمام نعم تاخذ الانفينيتيف وذاوت تو بدون تو خلصنا بنات الست جمال نشوف نمبر 6 ان موست ايشن كانتريز يو ماست تيك اوف ترو اذا 6 نمبر 6 ترو If you admire, لو أنت أعجبت بشغلة in Arab persons whom they feel they should give it to you, يعطوها لك. True, صح؟ مثلاً نقول البنات اللي ضيلات هم ستة ولا سبعة؟ سبعة. الخامسة إيش حلتوها؟ False. والسه؟ تمام. روحوا لي على exercise number three يا بنات. Exercise ثلاثة. اللي هو بدنا يا بنات الانفينيتيف without بدون نحط يعني زائد تو ولا نشطبها تو يا بنات هذه الاول واحد نشطبها يعني المصدر بدون تو الثاني with two يعني زائد بدنا معاه two المجموعة الثانية كويس
إذا هذه قاعدة بنات تكملت القاعدة اللي أخذنا شد وأخذنا شدد وأخذنا مصد كمان صح؟ هذه تكملها بنات. جزء من القاعدة بيقول إنه في عنا a list of verbs قائمة بالأفعال اللي بتاخذ وراها الفيرب بدون ما تحطي له ولا حاجة زي ما هو قاعدة تحطي الفعل في المصدر بس تحطي معاه تو والأخيرة الفيرب مضاف له إيش يا بنات؟ ing الفيرب بلس ing بتساوي كلمة جيراند بنات. لو قال لك واحد هذا بده الجيراند وراه يعني it means يعني إنه verb plus ing يعني الفعل مضاف له ing تمام. نيجي واحد نمبر 1 would like محلولة بنات صح؟ الأول حاجة infinitive اللي هو would like لما عدتو لا نقول لنا بنات من القائمة اللي موجودة عندكم would like وcan وmust like وneed وtry وstart وfinish وforget وmight وwill اللي بياخدوا بس أنا حنقل لكم واحدة وساعدوني فيهم أول نمبر أول واحدة must صح؟ كان وmust مظبوط؟ can one هيا two must. لو واحد قال لك لو قال لك can وقال لك can to play استطيع ان العب صح ولا خطا بنات؟ can to play خطا. ايش بسوي في التو؟ بشيلها. can play I can to play والله I can play I can play I must to go والله I must go I must go ممنوع نحط التو. لو قال لي في الخيارات مختار اختاري صلحي لي الفيرب play وقال لك حطي لي كذا بتحطي له to play ولا بتحطي play زي ما هو؟ بلاي زي ما هو. ولو قال لك على سبيل المثال جو وقال لك اعملي لي اياها صلحي لي اياها ايش بخليها؟ ماست ايه؟ ماست برضه جو ما بخليش احط شغله هي. كمان مين بياخذه كمان في الطرف في ويل كمان ويل ويل جو مش تو جو ويل تو. واحد يقول لي اي ويل تو جو اي ويل جوينج خطا. كمان يا بنات نمبر 4 مايت احتمال ام ولا الكان هي مشطوبه حطيتها أنا كان تو هذه لا ممنوع ولا واحد من الأفعال الموديل هذول الموديل الأفعال الناقصة بنات الأفعال الناقصة صح بنسميه موديل بتاخذ ايش التو خالص ومايت. في كمان واحدة بنات والله خلاص إذا خمسة هم أربعة اللي هو كان وماست وما ومايت وويل صح. إذا هذول قائمة بنات ممنوع تحطي لهم تو ولا اي ان جي. انتقلوا لي اللي بياخذوا الاي ان جي وود لايك ارغب وود لايك وقال لك اختاري لي الان وادالك اللي هو مين انا حابب ازورك وقال لك صرحي لي اياها اي وود لايك تو فيزيت. برافو عليك. لو قال لي فيزيت لحالها صح ولا خطا؟ لو قال لي اختاري تو فيزيت والله فيزيتنج والله فيزيت نيت اللي اختارها تو فيزيت عشان خاطر مين هذه القائمه بنات هذه نمبر 1 اول واحده هي وود لايك بتيجي معاها الفيرب بنات معاته الفيرب اللي بعديها الفيرب مضاف له تو تمام فاهمين هذول عيدها على طول وود لايك فيزيت ايش نحط لها تو فيزيت تمام من حد ما اشوف وود لايك من القائمه الثانيه انه على طول الفيرب اللي معاها لازم احط اسبقه بتو يعني هذول يعتبر كلمات داله هذول الكلمات داله من حد ما ادهم لك من حد يشوف كلمه وود لايك مين كبنات نيد تو نيد تو تاخذ زائد تو وتراي حاول حاول تو انسر تراي تو انسر تراي تو جو تراي تو بلاي تمام. اذا المهم ان يكون هذول وراهم تو. ايش كمان فورجيت وديسايد نعم فورجيت decide ايش معنى decide يا بنات؟ يقرر نعم نيد يحتاج اتراي يحاول forget ينسى وdecide يقرر would like يرغب بي يرغب. هذول الخمسه بنات القائمه هذه وفي كمان قائمه بس احنا هذول مطلوبات منا يخلف عليك وهذول بس بحط للفيرب ما انساش احط له في النص تو. لو واحد decide قال لك على سبيل المثال كذا ايش احط الفيرب بعديه؟ تو تو بلاي تو سبيك تو تو فيزيت زائد الفيرب نعم تو زائد الفيرب. الان ناخذ بنات القائمة الثالثة اللي بتقول اللي هو نمبر 1 لايك لحالها الفرق يا بنات لايك جوينج مش لا مش لايكينج هي اللي بعرف من بعدها لايك وقال لك على سبيل المثال باي بدي اشتري لاي باينج باينج نعم ستارت ستارت بس مش هي ستارت نفسها لا اللي بعدها ستارت انسر ايش بدها تصير يا بنات بدا يجاوب ستارت انسرينج finish
نعم فينش اللي هو ايت. ايش بتصير يا بنات؟ فينش ايش؟ ايتين بريفير يفضلوا رايت رايت رايتينج. تمام ضل انجوي. في كمان انجوي في القائمة شايفينها بنات تحت محلولة في الحل هيا تحت هيا في آخر واحدة انجوي موجودة في الحل هيا اي ان جي هيا انجوي موجودة. وفي كلمة بلان هنا مضافة كلمة بلان هاي كلمة بلان تو بلان و انجوي. أحب للسماع إلى الكذا enjoy إيش؟ listening. مش هو الفيرب اللي بنضيف له يا بنات، إحنا بنضيف للمهم اللي بعد اللي بعده قصدي يعني بنضيف للفيرب اللي بعده. تمام؟ طيب إذا أخذنا بنات قاعدة جديدة ضفناها على الشد والمست وعلى الشودنت وقاعدتهم. الآن ضفنا كمان بنات مجموعة من الفيربس الأفعال إلها طريقة معينة في الاستخدام، اللي بتاخد تو بدون حاجة، اللي بتاخد معها تو، اللي وراها تو، واللي بياخد الاي ان جي، صح؟ طيب روحوا لي يا بنات على اكسرسايز، افتحوا الصفحة اللي بعديها يا بنات، اكسرسايز نمبر 4 في الصفحة اللي بعديها، معاكم دقيقة تحطوا لي مين اللي بياخد دو تو والاي ان جي واللي لحاله، اكسرسايز نمبر 4 في صفحة قديش يا بنات هذه عندكم؟ في صفحة بيج 65 اكسرسايز exercise 4 page 64 65 كم جملة؟ What do you enjoy doing? شاهد نمبر 2. خليها تكمل. Yes. Are you? نعم. بلان على طول. To do. في عنا بلان. Oh, we start. Coming. To learn. اللي بعديها ايوه ما قلتش انا كده هنجاوب فيها هذا عادي ايوه studying عشان كلمه عفوا study صح نمبر 6 عشان والله 5 هذه prefer or studying هذه 5 عشان prefer studying في ولا بتاخذش اما ويل فعل study to do need to do الأخيرة like would في would like حطوا خط تحت كلمة would في would قبليها سبقها would you like would like صارت مش like لحالها to إيش يا بنات to go أعيدها ولا لا هذه الأخيرة في كلمة would سكر يا بنات في would يا بنات شايفينها يا هنا كلمة would like مش like لحالها where would you اعتبرنا would you مش like لحالها ما نخربطش مزبوط طيب روحوا بنات على اكسرسايز نمبر وين هم خمسة بريفير وستة do you think you will study if you will في ستة study ستة هوين الاي ان جي كده مظبوط خلاص مظبوط ولا لا خمسه ستادينج وسته ويل اي بريفير بتاخد اي ان جي دو يو بريفير ستادينج نمبر 6 يو ويل في ويل مظبوط في ستادي ثانيه تاخد بدون
طلع في الجملة أعيد هون. بنات روحوا لي على exercise number 7 من فوق. Choose words phrase in the sentence. In China. في تشاينا طبعا هذا بنات listening المفروض نسمعه بس هذا مجرد للمعرفة بنات عشان ناخد بالنا. في الصين you should ولا shouldn't accept a present تقبل هدية immediately مباشرة يفترض. المفروض عندهم هناك بنات لا. عفوا إذا حطوا خط shouldn't لا يجب عليك أن تقبل الهدية مباشرة. حد يقول لك take this as a present. Make excuse اعمل عذر وقولك sorry. Two إذا حطوا على shouldn't you should give presents in China اعطي الهدية في الصين بيد واحدة one hand ولا تقول له تفضل with your both hands بديك تنتين بيش بتنتين قد ما له إذا حطوا تحت both hands. إذا number one في seven بنات shouldn't number two both hands. In Thailand you should ولا shouldn't open a present when you get it لما حد بتاخذ الهديه تعملها opening تفتحها المفروض مفروض you should المفروض shouldn't من حد ما اديك الهديه ضلك ساكته لما نروح صح مش على طول تفتحيها الا اذا قال لك هتفتحها قدامي شوفيها صح لكن هو في الغالب واحد بيستحي المفروض يقول after تفتحيها مزبوط اذا هذه بنات shouldn't open knives السكينه تروح تقدميها a present to give in Japan تعطي knives are a good ولا bad present هدية كويسة ولا سيئة تعطيها لواحد في لا عندهم في اليابان هناك bad بيعتبروها بنات bad luck سيء إذا حطيها تحت something bad you should give Japanese إنك تسكينة صحيح تعطيه سكينة لا You should give Japanese people an odd ولا even number of glasses. كلمة even اكتب عليه odd معناتها فردي. تعطيه زوج أو تعطيه فردي واحدة تعطيه منها. Even معناتها زوج من. Even number معناتها زوجي. Even number زوج من. أما odd معناتها فردي. حاجة فردية. فردي odd number معناتها عدد فردي. Even number معناتها عدد زوجي. تعطي زوج من لا اعطيه اللي هو بنات فردي اود حطه على اود وبنات يو شودنت جيف يور تركيش هوست الضيف التركي المضيف لما تروح الى الهوست بنات تعطيه وايت ولا ريد هم عندهم التركيش الزي الابيض بيعتبروه هذا بنات للشيء مش كويس بيعطوهم ريد افضل بيعطوش الابيض اذا حطوا تحت الريد بنات تمام اذا الاولانيه شودنت الثانيه بوث ثالثه شودنت Four اللي هو bad five odd number six اللي هو red. تبنا تروحوا على exercise number five في listening بس حطوا الكلمات المعاني على كلمة refuse. What does it mean refuse? يرفض. Accept. نعم يقبل. يرفض ويقبل. إيه greedy واحد greedy طماع. Greedy طماع جشع. Knives سكاكين. A set of the glasses. نعم ست اوف جناسز يعني اللي هو نظارات نعم نظارات نعم ديث يا بنات موت فيونرال جنازه فيونرال جنازه جنازه ان اود او ايفن نمبر عدد فردي او زوجي تمام نمبر 5 بس حطي لي عليهم بنات لسه في وقت كتير بنات What's Edinburgh like بنات بنات عن مدينة Edinburgh What's Edinburgh like كيف تبدو Edinburgh على ما أعتقد في أستراليا بنات على ما أعتقد في أستراليا ما كيف تشبه كيف تبدو إيدنبرا asking about places نسأل عن المكان بنات vocabulary adjective حناخده describe places صفات تصف يا بنات من الأماكن حطوا على number one tick حطوا عليها tick number one
industrial صناعي بلد صناعية. welcoming مرحب. كلمة welcome يعني تقول لواحد يا welcoming يعني مرحبا بك، ترحب به، مرحبة به. with رطبة، مبتل، مبلل. delicious لذيذ، شهي. polluted ملوث. spicy حراق، حراق حراق يا بنات، مبهر زيادة. crowded مزدحم. helpful مساعد، إنسان مساعد. touristy سياحي، بلد سياحي. من tourist، مش كلمة tourist سائح، tourism سياحة. touristy adjective يا بنات هنا معناتها بلد سياحي. bland غير مش متبل، يعني قليل التتبيلة، غير متبل، عكس المتبل سبايسي. نعم عكسها بنات، سبايسي وبلاند، مش متبل كتير، فيش عليه تتبيلة كتير. كونزمبالتن عالمي، مكان كون كونزمبالتن اللي هو لوكال. نعم كلمة لوكال محلي، لوكال هذه انترناشونال أو جلوبال يا بنات، عالمي صحيح. كونزمبالتن، كونزمبالتن يا بنات، كونزمبالتن معناتها عالمي اللي هو انترناشونال وجلوبال. وفريزنج متجمد. وريلاكست هادئ، هادئ، شخص هادئ، ريلاكست هادئ مسترخي. تشينجبل متغير، بتغير من تشينج، بتغير. هيلثي صحي. ودينجرس ريسيرفد انسان بيظهرش لك اشياء كذا، بضلوا متحقش بنات، لا مش غامض، متحفظ، متحفظ ريزيرف، متحفظ انسان بيبينش لك فيلم، بضل متحفظ بيه كذا. ويندي عاصف، عاصف من كلمه ويند رياح، ويندي عاصف. قبل هيلبفول كراودد مزدحم. بنات الان نوصف، اذا كان الكلمه بتخص المدينة هنحطها تحت عمود الكولم تبع التاون أو السيتي. إذا كان الأدجكتيف describes people هنحطها تحت البيبل. إذا كان بتوصف، هذه بتوصف الطقس هنحطها تحت الويذر. وإذا كان الفود بتخص الطعام هنحطها تحت الفود. لو فتحتوا بنات في آخر الكتاب في صفحة محلولات، في صفحة 135 محلولات، بس نطلع عليهم بنات ونشوف ليش، لأن في مشتركات، في مشتركات يا بنات. Open, go to page 100. لا ما عشان محلول، عشان أوريكم إياه حتى لو ما قدرت تتأكد منه قبل. 135 يا بنات. موجود التمرين من فوق على المعالي، مطلوب. شايفينه فوق يا بنات؟ حطوا عليه تيك. صفات اكتب على التمرين من فوق adjectives to describe places، صفات تصف الأشياء، الأماكن، ممكن مدن، ممكن people، ممكن weather، ممكن food. طلعوا بنات مديني industrial ومديني polluted ومديني crowded ومديني touristy ومديني كزمبالتن، كزمبالتن اللي هو عالمي قلنا، ودينجرس، ومديني ويلكامينج مشتركه حاططها بين قوسين يعني ممكن الاقيها كمان في عمود ثاني. ويلكامينج ممكن شخص مرحب، زي بلد المرحبه، شخص مرحب صح، حاططها فوق هيها في العمود الثاني في البيبل، حاطط قايل ويلكامينج هذا انسان يرحب بالاخرين، ويلكامينج صفته ويلكامينج، يحب الترحاب. هيلبفول وريلاكس هذه راكز. ريزيرف دي بنات متحفظ. وتشينجبل عفوا، ودينجرس انسان خطير، ممكن ممكن يكون هيلثي انسان صحيح، صحيح انسان صحه، صحيح معافى، فيش فيه مشكله. اما الويذر ويت مبلل، وفريزنج مجمد، وتشينجبل بتغير، ويندي عاصف ورياح. والفود ديليشس لذيذ وسبايسي، ذو اللي هو حار، وبلاند اللي هو قليل البهارات، وهيلثي صحي، طعام صحي. شوفوا التعريفات اللي تحتي بنات لحسن يجينا بكره يجيب من الجدول هذا، يجيني يقول لي، يقول لي with a lot of factories مليان بالمصانع، وهو other industry بيكون ايش صفته؟
اندستريال، حطوا خط تحت الاندستريال، اول واحده موجوده بنات محلوله شايفينها في التمرين اللي تحت منه على طول. هيو تمرين، هيو على الطرف يا بنات، وينه هاي اندستريال تعريفها؟ يلا يا اسطى اقريها بليز with a lot. اندستري، اندستري يعني مليان. في كلمه اندستري بعرفها من كلمه اندستري، في كلمه من فاكتوريز. تو بلوتيد ملوث، ذا اير اند ووتر ار ديرتي، الهواء والماء وسخ ملوثات. اند دينجرس تو بيبلز هيلث، ولا صحه الناس كمان خطيره صح؟ اذا لو قلت لك ذا اير اند ووتر ار ديرتي اند دينجرس هختار كلمه مين؟ بلوتيد صح؟ ملوث. عم تورستي with a lot of tourists، في سياح، and things for tourists to buy or to do. اذا هذا عطوا لبنات تورستي سياحي تمام. اما كوزمبولتن بنات عالمي، full of people، هذا مركز عالمي، restaurants or shops from different countries زي لندنز، a very compulsion كوزمبولتن اللي هو مين سيتي، كوزمبولتن سيتي، كوزمبولتن سيتي مدينة عالمية. شوفوا لي ويلكامينج على الطرف، friendly to you when you arrive in a place، relaxed not worried or relaxed، بعرف not worried or not relaxed، reserved بنات، you don't show your feeling، بتظهرش مشاعرك to other people. عشان كده بقول عن عن البريطانيين بقولوا people often say the British، الناس البريطانيين are quite reserved، بتحفظوا بيظهروش مشاعرهم بشكل محافظ. نعم. freezing extremely cold، عطول عرفتها. changeable the weather changes، بتغير quickly and if often. delicious سهلات بس بتعرفيها من كلمة صح؟ نشوف إذا كلمة delicious with a very nice taste، مذاق، كلمة taste صح؟ nice. spicy with the strong flavors، في نكهات from spices، من البهارات، حراق. اما plan with very little flavor، معناتها انا كفش علي نكهات، فش بهارات علي كثير، little قليل صح يا بنات. تحت في تب مكتوب بنات we can also use hot، لما نقول hot عن الطعام هذا بيكون حراق يا بنات صح، مش انه قصده سخن. it's hot to mean spicy، يعني زيادة حراق زيادة. that chili sauce is really hot، هذا حراق تمام. please go back، ارجعوا لي يا بنات على exercise number 4، استخدموا لي في السؤال please use في exercise number 4 تحت، استخدموا لي is او ار في exercise number b. في نمبر 4 ماتش، طلعوا لي من 1، لما يقول لي واتس ادينبرا لايك، يعني اتس، لما يقول لي كيس اي لاف ات مقصود فيها. واثنين في سؤالين شايفينه بنات، واتس ادينبرا لايك، وان مع بي، تو مع اي، دو يو لايك، قال لك يس، والثانيه اتس فيري كوزمبولتن، عالميه مليانه بالناس، اخترناها صح. السؤالين اللي موجودات ثانية بنات هايهم تمرين هذا، نمبر 1 مع بي ودو يو لايك مع اي، وصلوهم شفتوهم يا بنات الاكسرسايزين الان. الان فيل بيختاري بإز اتس، اتس اختصار الاس، اختصروا لها الاس يا بنات، لما تقولي اذا كان سيتي قولي واتس ذا سيتي لايك، حطوا لها الاس. اما اذا كانت ار قولي وات ار، الان مع السيتي بنات واتس ولا وات ار؟ واتس. اذا في نمبر 1 حطوا الاس واتس، اختصار لايز واتس. اما الثاني مع البيبل وات ار، 3 وات ذا ويذر، واتس ذا ويذر لايك عشان ويذر. طب فود واتس، برضه واتس. اذا الثلاثه بنات اكسرسايز نمبر 4 في بيج قديش يا بنات، اي صفحه؟ 66 اكسرسايز 4 بي واتس، واتس الثاني وات ار، الثالث وات
واتس لسه ضايل بس نحله بنات. تقولوا لبنات للصفحه اللي بعديها اعلمكم على المهم في الاكسرسايز. خلص خلصنا بنات توكلوا على الله بس روحوا لي على اكسرسايز. خلص خلصنا بنات اكسرسايز في الريفيو خلصنا عشان نيكست تايم ان شاء الله اللقاء النيكست يا بنات نحط المعالم الاساسيه على الفينيشنج. تمام كونوا جاهزات. روحوا لي بنات على الماتش في نويزي. اول واحده بنات اختاروا لي من المربع الموجود كلمه نويزي موجوده كويت صح محلوله هادي. توب فلور الطابق القمه ايش بنحطوا له فوق من فوق من المربع طابق الارض يحطوا جراوند فلور. اذا نمبر 2 مع الجراوند فلور في اكسرسايز نمبر 1 نقينا كلمات من المربع اللي هنا يا بنات كوايت جاردن جراوند فلور سنترال هيتنج سمول انيوجوال صح. لا الاول توب فلور حطينا جراوند فلور عالي الطابق القمه حطينا الارضي. طب تيبيكال نمو اللي هو تقليدي عادي نموذجي عكس ايش يا بنات انيوجوال غير طبيعي غير اعتيادي. اذا نمبر 3 انيوجوال سبيشوس واسع نمبر 4 سمول. اما الاير كونديشنينج تكييف حطيتوا له بنات ايش اللي هو سنترال مين سنترال هيتنج. والبالكوني في بالكوني حطينا فيه جاردن. اذا نمبر 1 يا بنات كويت جراوند فلور انيوجوال ونمبر 1 كويت محلوله. توب فلور ايش اخترتوا لها جراوند ارضي طابق اللي فوق العلوي طابق الارضي تيبيكال عادي اللي هو مين انيوجوال غير اعتيادي. سبيش واسع سبيشوس سمول صغير. اير كونديشن كونديشنينج سنترال بالكوني جاردن ايه مينينج زي تقريبا زي الاوبوزيت يا بنات معاني هذول معاني زي ما جبناهم بس هم انا اوبوزيت بس هذول بقابلوا هذول بنات اما هذول كلهم بخصوا المفردات صح. تو معاكم دقيقه تو فيل ان ذا جابس اختاروا لي فور او سنس يا بنات. اكسرسايز نمبر 2 حطوا لي على 2 نمبر حطوا لي تيك يا بنات. Yes. 6 months. 4. كيف ما نميزش؟ الحين الحين البنات نسألهم ونشوف كيف. هذا بدك اياه؟ هذول جاهزات بس كنا الفيرب حطيناه بس المهم انه الفيرب نحط له اي ان جي صح؟ اكسرسايز في الريفيو في المراجعه بيج 67 يا بنات اكسرسايز 2 بدنا 4 او سنس مظبوط الان يا بنات 4 نستخدمها يا بنات مع ا بيريود فتره زمنية لا وحتى محددة بس وقصده كيف محددة بدي لك إياها عدد بس بحددش لك النقطة بدي لك وقت هو محدد 10 سنين لما أقول لك 10 أما هذيك بتكون بوينت. أما سنس يا بنات بيعطيني النقطة بيعطيني a point in time. الآن لو قال لي 10 years هذه 4 لكن لو قال لك في 2010 رسم لي 12 هذه نقطة. إذا النقطة بحط لها سنس. إذا اداني عدد لو قال لي اللي هو يوم فرايداي اداني سنس يوم الجمعة لكن لو قال لك 2 دايز يومين بحط 4. إذا اداني بالضبط لو اداني جان شهر جانيوري سنس لكن لو قال لك 2 مانث 3 مانث أشهر بختار 4. إذا هذه مع النقطة الزمنية المحددة تمام؟ نقول كل واحدة نقطة ولا نقول عنها فترة تمام؟ نمبر 1 لما يقول لي 6 مانث 6 شهور
فور. فايف ييرز فور. لكن لما يقول لي لا السمر اللي فات سنس لاست سمر الصيف الماضي. طيب a few days عدة أيام فور. هذا أخذنا العبارة قلنا يا بنات لازم أحفظها I was a child لما كنت طفل سنس. أما فرايدي يوم الجمعة برضو سنس. A long time وقت طويل فور. و 2002 سنس. ادوني إياهم بنات كمان مرة نقلوني إياهم نمبر وان فور فور سنس. هذه 1 2 3 4 4 سنس سنس 4 تمام. روحوا يا بنات خلصنا يعطيكم العافيه. بس صلحوا لي تمرين يخلف عليكم بس تمرين 5 في مشكله في الفيرب اللي محطوط له 2 شوفوا لي مين بده اي ان جي ومين بده 2 ومين بدهش. اكسرسايز نمبر 5 يا بنات صلحوا اكسرسايز 5 صححي تصحيح كوريكت صحيحيها يا بنات. لما يقول لي I need losing I need to إذن أولانية مطرح losing to lose بنفعش هيا to lose بنفعش ال ING to لما يقول لي I'd like be to be بدل be حطوا لها to be بدها تكون I start eating. I prefer eating. Five. I've really tried حوالي to have. Now. Number six. I also enjoy doing. مش to do. Decide to go, not going.